في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا وحفاظا على سلامة الجميع، أصدر معالي السيد عبد الله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارا إداريا بتأجيل جميع جلسات المحاكم لمدة أسبوع كامل خلال الفترة من الأحد الموافق 22 من مارس وحتى 26 من مارس الجاري، على أن يتم إخطار أطراف الدعاوى بالمواعيد الجديدة بالرسائل النصية أو عن طريق البريد. وفي نشرة سابقة أكد القاضي بدر العبدالله عضو الإشراف القضائي في المجلس الأعلى للقضاء أنه تم تدشين العديد من الطلبات الإلكترونية في المحاكم تشمل رفع الدعاوى وتسديد الرسوم وإرسال الإعلانات القضائية وغيرها من الخدمات. تم تدشين كثير من الطلبات الإلكترونية عندنا في المحاكم، يعني على سبيل المثال منها في المحاكم التجارية في أول درجة تشمل الدعوة ورفعها وتسديد الرسوم وإرسال الإعلانات القضائية وتقديم مذكرات وتبادلها وتستطيع الرد عليها وتعيين الخبراء وصولا إلى إصدار الأحكام. نعم. كذلك عندنا الخدمات الإلكترونية للمحاكم المدنية والشرعية كذلك. نعم. اللي توفر أنك تقدم مذكرات وطلبات أثناء سير الدعوة، إمكانية استعلامك منها عن طريق الخدمة الإلكترونية. إلى جانب ذلك الخدمات الموجودة الإلكترونية في محاكم التنفيذ اللي تتيح لك للأفراد فتح ملفات التنفيذ وتقديم الطلبات وتلقي الرد عليها ودفع المبالغ المطلوبة. وبعد حاليا احنا في صدد تدشين بعد خدمة إلكترونية إلى المحاكم الجنائية بحيث تستطيع الأطراف تقديم مذكراتهم للمحاكم عن طريق هذه الخدمة الإلكترونية.